نص استماع معركة عين جالوت. لقد شاء الله أن يجعل معركة تحرير المسلمين من خطر التتار تقع على أرض فلسطين التي سبق أن خلد على ترابها صلاح الدين انتصاراته الرائعة على الصليبيين، وذلك أن قطز سلطان مصر استمر على خطته التي تستهدف المبادرة بالهجوم على التتار الذين عاثوا في أرض الشام خرابا وتدميرا، فأمر قائده الباسل الظاهر بيبرس أن يتابع إغاراته الجريئة على قوات التتار المبعثرة في سائر أنحاء البلاد، وصار على علم تام بكل تحركاتهم، وبعث بتقاريره إلى قطز الذي تابع السير حتى انضم إليه عند عين جالوت بين بيسان ونابلس في فلسطين. وفي يوم الجمعة الخامس من رمضان سنة 658 للهجرة التقت مقدمة قوات المسلمين بطلائع التتار وأنزلت بها هزيمة فادحة، وقد أظهر السلطان قطز مهارة وشجاعة نادرة في القتال، فاشترك بنفسه في المعركة ما رفع الروح المعنوية للجند. ولما اشتد القتال ألقى قطز خوذته على الأرض وصاح بأعلى صوته وإسلاما، وحمل بنفسه على التتار، فازداد نشاط جند المسلمين وهجموا عليهم هجوم الأسد على الفريسة، حتى إن قائدهم الأعلى خر صريعا وقضوا على معظم فرسانهم. وعندئذ نزل قطز عن جواده ومرغ وجهه بالأرض وقبلها وصلى ركعتين شكرا لله تعالى. ومما زاد في أهمية موقعة عين جالوت أنها لم تكن نصرا ماديا فحسب، بل إنقاذا من عقدة نفسية رسخت في أذهان المسلمين عن وحشية التتار وزحفهم المتتابع، إذ كانت تلك المعركة أول لطمة قاتلة نزلت في الشرق بجيوش التتار، وما كاد المسلمون يبرؤون من هذا المرض النفسي العضال حتى أخذوا يسيرون قدما في سبيل الجهاد، حتى حرروا ديارهم كلها من التتار واستعادوا مكانتهم بين أمم العالم أجمع. الاستماع، نستمع إلى نص بعنوان معركة عين جالوت ونجيب عن الأسئلة الآتية: 1- أين حدثت معركة عين جالوت ومتى حدثت؟ حدثت معركة عين جالوت على أرض فلسطين بين مدينتي بيسان ونابلس، وحدثت يوم الجمعة في الخامسة من رمضان عام 865 هجرة. ما الخطة التي اعتمد عليها القائد قطز في حربه ضد التتار؟ المبادرة بالهجوم. 3- كانت عند المسلمين عقدة نفسية من التتار، كيف واجه قادة المسلمين هذه العقدة؟ تخلص المسلمون من عقدتهم من التتار عندما اشترك السلطان قطز في المعركة بنفسه، حيث رفع الروح المعنوية لجنده. 4- تعد معركة عين جالوت من المعارك الفاصلة. نذكر معركتين أخريين حدثتا على أرض فلسطين. المعارك التي حصلت على أرض فلسطين: عين جالوت، حطين، فتح بيت المقدس. 5- لماذا انتصر المسلمون في معركة عين جالوت؟ بسبب: ألف، الخطة التي وضعها قادتهم، ب، بسالة قادة المسلمين ومشاركتهم الميدانية في المعركة، ج، بسالة جند المسلمين، د، مقتل قائد التتار الأعلى، ه، ضعف العدو وتبعثر قواته، ز، العلم بتحرك قوات الأعداء. 6- نوازن بين موقف قطز من الأعداء وقادة المسلمين اليوم. يختلف موقف القائد المسلم قطز عن مواقف قادة العرب والمسلمين اليوم، فالقائد قطز قاد المعركة بنفسه وقاتل الأعداء بسيفه، ولم يجلس في مقر القيادة بعيدا عن الجيش ملقيا عليهم الأوامر، ما رفع من الروح المعنوية للجيش. ثم إنه بعد انتهاء المعركة أرجع الفضل بالنصر لله تعالى. 7- ما الدروس المستفادة من معركة عين جالوت؟ التخطيط المحكم، التضحية، مشاركة القادة في القتال.